وهم في مواصفات، هم درسها في الدورة في مواصفات شلون تختار إذا هو صح عليك ولا لا. لا شوف حق الكيك يكون شوف من هني من النص خلاص هذا رقم واحد. رقم اثنين لما تسكره الكلبسات وتسكر هذا معاكم اخوكم حسين علي عبدال. اليوم ان شاء الله راح نطلع معاكم برنامج الدرية عن طريق استخدام الكيك. حددنا الوقت بناء على الاحوال الجوية وطلع الوقت عندنا الحمد لله ممتاز. خذينا كل اجراءات الامن والسلامة معانا حق طلعة البحر. اليوم راح نستهدف ان شاء الله سمكة السعري، وطلعنا اخترنا الاسياف الجنوبية اللي هي تميز مكان او توافر شعري بكثرة. فان شاء الله اليوم نكون وياكم والله يرزقنا ان شاء الله بالصيد الطيب. ابو علي ما شاء الله خوش طلعه حبيب الله، استمتع منها رياضه؟ هو الهدف الاساسي يعني اول شيء احنا هدفنا الرياضه قبل كل شيء قبل الصيد، خصوصا حتى لما انا اقدم دورات في ناس يقولوا ليش ما تقدم ليفل 1 الصيد، اقول الصيد هذا اخر همي. انت اذا تطلع اساسك قوي مثل البنيان، اذا اساسك كان قوي تقدر تبني عليه 10 ادوار فوق، بس اذا اساسك كان ضعيف ممكن تواجه وايد صعوبات في البحر. فانت لازم تتعلم الاساس بعدها تفكر بالصيد. ابو علي الكيك ما شاء الله انا نوع وانت نوع. انواع وايد انواع وديزاينات ومواصفات وايد شركات ما شاء الله. كلمنا عن اللي انت الحين راكب عليه. هالنظام هذا طبعا مخصص حق الفيشنج، في بعضهم مخصصين حق التجديف في بعضهم مخصصين حق الفيشنج. في وايد شركات ما شاء الله امريكيه ممتازه انزين، وهم في شركات صينيه قاعده تنافس هم ممتازه انزين. طبعا الحين تطوروا، كان اول كان بالمجداف، الحين صار نظامين اللي هو نظام الدرايف بالريل تحرك التجديف بالريل زائد المجداف. بس عندنا الشغله الاساسيه المجداف هو رغم واحد باي طلعه معانا، لازم مجداف رغم واحد. رغم توفر معانا الميراج بالريل لازم مجداف رغم واحد. ليش؟ لان هذا ممكن يخترب باي وقت، المجداف هو الاساس، هو راح يردك لمكانك. فهذه الانواع الموجوده من الكيكات يعني. اذا جينا بنتكلم عن مكاننا طبيعته قوعته مناراته. طبعا المكان اللي احنا فيه الحين طبعا الاسياف الجنوبيه تميز مكان فيه صخره، الارض مالته حلوه يعني فيها صخره، توفر فيه الشعري، توفر فيه البواليل، توفر فيه الينم، السبيطيه، المزيزيه كلها متوفره هنا، الشعم متوفر هنا، القرقفان
هذول كلهم نطلعهم بالأسياف الجنوبية. مايات لازم واحد يعني أي سيفة بأي سيفة، كل سيفة تختلف طبعاً بالشتاء بالصيف تختلف، لازم كثر ما تداوس عليها راح تعرف تداوس عليها بفصل الشتاء بالفساد بالحمل بالوقفة بعد الوقفة قبل الوقفة بالسجي بالثبر، يعني هالأمور هذه لازم واحد يداوس على السيفة علشان يعرف مكانه يعرف متى يطلع، يعني هذا كله يجيب تعب، ما يجيلك بيوم وليلة والله أنا أقط وأصيد، لا لازم واحد يعرف ماياته يعرف مايات المكان نفسه. وبحر الكويت اللي يقول لك ما في سمك في سمك وفي خير، ولكن واحد يبي له شوي يداوس. أول ما طلعنا ما شاء الله خوش صيد الشعري. أي والله. أثناء الحديث معلومات اثنين قالوا إن أبو علي ينقال له ملك الشعري. الموضوع من اللي قال لك؟ ناس. والله شوف أنا يعني أطلع حق سمك وايد وحق وايد أنواع معينة، بس الشعري يستهويني أو وايد أستانس لما أصيد الشعري. لو أصيد شعرية واحدة وأطلع راح أرد البيت مستانس، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لأن ما شاء الله فيها عافية فيها أكشن، يعني الفايت وياها متعة. فأنا صراحة صدق يعني سمكتي المفضلة الشعري. نشوفها أبو علي إن شاء الله. حاضر. هذه الشعرية اللي صدناها ما شاء الله خوش حجم ما شاء الله، على طبعا طعم صناعي في الطرق الحديثة الحين قاعد يعني نستخدمها، اللي هي مثلا تستخدم الميارير اللي هم نوريكم اياهم عشان يكونون بشكل اوضح، اللي هم هذيل الميارير اللي يكونون بلاستيك. زين فيهم وايد انواع، وكل نوع مثلا معين تقدر تستهدف فيه سمكه معينه، مثلا اللي وريتكم اياه تو الحين نستهدف فيه القرقفان، نستهدف فيه شو اسمه الشعري على الرقوق، الشعم. زين في منهم كفاش طوال، في منهم كفاش صغار، في وايد انواع طبعا. واحنا الحين صدنا شعري على السوفت بلاستيك. السوفت بلاستيك هذول يصنعون نفس هذول الربل، يكونون سوفت بلاستيك على حسب البيئه. مثلا انا ادري شعري شنو يتربى، شنو بيئته، شنو مرعى، مثلا يتربى على الربيان او الربيانه ام عضاض اللي عندها اللي يسمونها قرب، يعني في وايد انواع. فانا اي على قولتهم العب على شعري اسوي نفس بيئته. طبعا الاقصبات في انواع عندنا حق كل شيء، حق كل استخدام في اقصبه معينه. انا استخدم مثلا حق السوفت في عندنا محدد عليها جرامات معينه، مثلا الحين اللي استخدمها انا لو نقرا عليها اللور من 5 ل 14 جرام. زين فانا اقدر احط هذه الاوزان من 5 ل 14 جرام راح تعطيني الحركه الصحيحه حق الميرور، مو معناته اني انا ما اقدر ازود عليها او اغلل، لا اقدر، ولكن تعطيني الحركه الصحيحه بالاوزان هذه. زين طبعا في قصبات خاصه حق اللايت، اذا بنطلع حق شعم ونستخدم ميارير الكرانك بيت نستخدم قصبات اللايت. زين حق حركه الميرور تعطينا حركه اداء حلو. زين وفي عندنا مثلا السوفت بيت نحط عليها اوزان اللي هم الجيج هيد، في عندك اوزان مختلفه من 1 جرام ليه وانت صاعد يعني حسب القصبه، وحتى كل قصبه يحط لك عليها الخيط المناسب حقها. مثلا خلينا نشوف القصبه هذه عندنا اللاين من 6 ل 12 ألبي، يعني من 6 باوند ل 12 باوند، انا حاط عليها الحين 5 باوند يعني شيء مناسب حقها. هذا الجزئي عن القصبات. طبعا البيت اللي انا قاعد استخدمه اللي صد فيه شعري اول شيء اللي هو السوفت بيت، في انواع طبعا على شكل الربيانه، في على شكل الشريب، في على شكل القرب الربيانه اللي عندها عضاعض، عندنا وايد انواع بناء على اللي انا طالع على السمكه اللي طالع لها اللي مستهدفها. انا احط السوفت الصحيح حقها، يعني مثلا الشعاري لما تحط له ربيان الوضع وياه ممتاز، و
بيته يعني الربيان. عندنا اللور مثلا مثل هارد بيت، عندنا انواع وايد مثل جيرك بيت، الكرانك بيت، عندنا البليدات، عندنا وايد انواع منهم توب ووتر، عندنا البنسل، عندنا الببر، وايد انواع. مثلا الببر او البنسل نستخدمه حق السمك اللي يكون فوق الماي على مستوى سطح الماي، زين، عشان نستهدف السمك اللي فوق مثل الضلعه، السبيطي، المزيزي، وايد سمك غيره، حتى انه يسرى تضرب على التوب ووتر. البليد هو وزن ينزل تحت نستهدف سمكه القوع، زين، كالشعاري والقرقفان والشعم، وايد امورها نستهدفها لان هي راح تنزل تحت. زين، عندنا بعد الكرانك بيت، في من طبعا يصير الشالو، في من الديب، الديب اللي تكون القفشه طويله، قفشه البلاستيك الطويله تنزل تقريبا لمترين، اما الشالو ينزل لمتر بوينت 2، نستهدف فيهم القرقفان والشعم والسمك اللي يكونون عند القصاصير. بخصوص الوقفات احنا نتبع مثلا على حسب المكان اللي احنا رايحين له مستهدفين له، نعرف الوقت المناسب حقه، يعني مثلا في اوقات غير الوقفه، في بعد الوقفه مثلا بنص ساعه او ساعه او ساعتين تبين السمكه، في لا مثلا وقفه الفجر تختلف عن وقفه مثلا الظهر، يعني في كل سيفه تختلف، لازم انت على حسب سيفتك اللي رايح لها اذا مداوس عليها راح تعرف اي وقت مناسب حقها، مو شرط الفجر، اي وقت مناسب حق السيفه اللي انت مداوس عليها راح تعرف الوقت المناسب حق الصيد فيها او متى تبين السمكه بالضبط، قبل او بعد، بالسجي مثلا ولا بالثبر او بالحمل او بالفساد، كله يختلف الوضع. يعني مثلا اذا كان فساد بالوقفه مو شرط بالحمل بالوقفه تبين عندي السمكه، لا، كل وقت لا سمكته المناسبه يعني، او السيفه المناسبه لا سمكته المناسبه. حبي حق الكيك هو اللي خلاني اطور من نفسي وابحث واجتهد، وصممت لي، خذيت لي كذا منهج امريكي، قريتهم ودرجتهم وشفت فيديوهات وسمعت نصايح ناس اكثر خبره مني برا الكويت، فانا سويت، خذيت المنهج وطورت عليه حسب البيئه الكويتيه. مو معناته ان البيئه الكويتيه تختلف عن بيئه برا، لا، ولكن احنا مثلا حسب خبرتنا في البحر في اشياء انا خذيتها، في اشياء ضفتها، في اشياء حذفتها ما لها داعي لان ما تنفع حق بحرنا. في وايد ناس نشوفهم شروا كيكات على ابو انه مثلا شاف فيديو ان فلان صاد ولا فلان صاد، راح شرى له ثاني يوم كيك طلع فيه طلعتين وباعه ما كمل. ليش؟ لانه ممكن راح يواجه صعوبات هو ما يدري شنو هي، اما لما يدخل الدورات هذه السيفتي والامن والسلامه عارف كل الامور، منتعب من الامور الصحيحه شلون يداركها، من ربطه الكيك سواء مثلا على وانيت، سواء مثلا على فوق سياره او على قاعده هيدروليك، هذه الامور كلها تنشرح، شلون دخلتك انت بالكيك، شلون تدخل من السيف، شلون تواجه المويه، شلون ترجع الرجعه اللي هم اللاندق واللانشق، شلون تسويهم هذيله بالضبط، شلون توازن ايدك، شلون حركه المجداف الصحيحه، الامور هذه كلها مهمه واساسيه. زين، يعني انا حبيت اطور فيها، زين، وابحث اكثر وادرسها اكثر، حبيت افيد الناس لان انا صارت لي يعني مواقف وايد وانا طالع بالبحر، فشفت كذا مره في كم شخص بدون ذكر اسامي ان انقلبوا داخل البحر، انا ما اعرفهم شخصيا ولكن رحت لهم مو عارف يصعد على الكيك. فالاساس شيء قوي، يعني لازم يكون عارف كل الامور. طبعا مثل ما انتم شايفين ابو عبد الله قلب بالكيك، القلبه مو بس هو بروحه انه طاح من الكيك، لا، الكيك انقلب كامل. فهني في طرق معينه، اكثر من طريقه شلون يعدل الكيك. الحين هو ما عنده القطعه اللي هي ريسك ستيب اللي تنباع مثل الحبل، فشو يسوي؟ يجيب بدايه الكيك، يحط ايده ابو عبد الله، انزين، بدايه كيك يحط ايدك، انزين، انزين، بدايه الكيك تحط ايدك صوبك انت، بعدين بقوة ريلك وجسمك تنط وتمسك الصوب الثاني من تحت. ايوه، بعدين شو تسوي؟ ارجع بثقلك لورا،
اقلبه مره ثانيه. هذه الطريقه الاولى انزين. الطريقه الثانيه مثلا خلينا نقول ان الكيك ثقيل وفي ناس ما فيهم مثلا اللياقه الكامله انه يصعد لفوق، في الطريقه الثانيه اللي عندنا الريسك ستيب. الريسك ستيب لازم تربطها باليدتين، يا اليد اليمين او اليسار بالكيك، بحيث ان اذا انقلبت تبطلها. وفي تكنيك خاص انك تقلب الكيك على طول. نشوف الحين نربطها على الكيك اللي عند ابو عبد الله. حطها باليد ابو عبد الله ودخلها كذي من الصوب الثاني. ايه اليد مالت الكيك اللي على الجنب. مو هذه اليد اللي تشيل منها الكيك من داخل. ايوه طبعا هي تكون مربوطه من البدايه الافضل. ودخلها من الصوب الثاني. ثبتت زين. افتح ال شو اسمه، افتح الكيس نفسه، افتح الكيس نفسه اللي هو الريسيستر. طلع عليه الثنتين كاملين، احذفهم الصوب الثاني من فوق الكيك. لا طلعهم اول شيء، طلعهم احذفهم الصوب الثاني وتعال سباحه الصوب الثاني. تعال سباحه الصوب الثاني بس خله راح توصل له. امسكهم بيدك ثنتين ومدري لك على الكيك سيده ثنتين. ولما تدز قبل تدز، لما تدز توخر. ايوه شوف هذا حيل يسهل العمليه بدال لا انت تنط من فوق الكيك. زين هذا التكنيك الثاني اللي لما ينقلب الكيك عندك زين تستخدمه. فهذا الامرين اللي تسويهم في حال تصعد نفس الطريقه الاولى. زين تنط تنط وتحط ايدك الصوب الثاني. ايوه وتقلب تسوي تويست. الحين اقلب. ايوه تقعد بعدين مدري لك سيده بسرعه عشان توازن روحك. هذه الطريقه الصحيحه. مضبوط ابو عبد الله.
الحين راح نتكلم عن الأشياء الضرورية بكل طلعة عندنا لما نطلع حق الكيك. من الأشياء الضرورية طبعاً اللايف جاكيت، ولازم يكون وياك صفارة إنزين، وعندنا بعد الأمور هذه اللي يكون عندنا مثلاً شلابتين عشان نطلع من حلج الاسمكة الميدار، سواء التربل أو الأسيست، القرب اللي تمسك فيه الاسمكة علشان لا تتعور ولا سمح الله يدش فيك ميدار، شو اسمه اللي تقص الحرير عندك إنزين الكتر. ومن الأشياء المهمة عندنا البلاد، ليش طبعًا هذا سؤال وايد يسألونه، ليش خلي يكون على الأقل واحد وياك عنده بلاد، بحيث إنه تخزن السيفة اللي أنت نزلت منها إنزين، لا سمح الله حاشك داخل غبار أو ضباب ما تشوف ولا شيء، تمشي على البلاد ويردك حق مكانك اللي أنت طلعت منه إنزين. كذلك من الأشياء الضرورية لما تطلع بالشمس يكون وياك سوائل، هذا شيء مهم، مشروبات فيها أملاح عشان تعوض الأملاح اللي تطلع منك إنزين. كذلك اللبس ضروري جدا، ما تلبس شيء قطن حيث أن القطن يجمع الماء عليك إنزين. تلبس البوليستر اللي يكون لما يصب عليه ماء بسرعة ينشف ويطيح، ما راح يستقبل. تغطى من الشمس، لأن الشمس يعني شمس الكويت أنتوا عارفينها شلون، ودرجات حرارتها عالية حيل، فلازم الكاب موجود، اللبس يكون UV protection أو UVF plus 50 زين. الأمور هذه كلها ضرورية. تكرمون جوتي البحر ضروري جدا، بحيث أن لما أنت تدش بالبحر وتنزل الكيك ما يحوشك أي شيء، مثلا لا سمح الله في رياله أو عندك مثلا قنفذ البحر أو قزاز أو أيا كان، تكون أنت بغنى عن المخاطر هذيلة زين. زائد أغراضك تكون بالكيك مربوطة، لازم هذا شيء مهم، بحيث أنك إذا انقلبت ما تفقد أي شيء من اللي عندك. وشيء ضروري ومهم جدا وأنا أنبه عليه في الدورات اللي أعطيها، اللي هي الليفل 1 الأساسيات والأمن السلامة، أنك لما تطلع لازم تبلغ يا أهلك سواء زوجتك أو واحد من ربعك أو اثنين من ربعك بمكان نزولك، بالوقت اللي أنت راح تطلع منه والوقت المتوقع في خروجك من البحر. هذا الشيء جدا مهم، بحيث أنه لا سمح الله أنت ما رديت في الوقت هذا، يكون في ناس عندهم علم بالمكان اللي أنت فيه يقدرون يتصرفون ويشوفونك أنت وينك أو يبلغون. وهذا يعني من الأشياء المهمة في الكيك. وصلنا معاكم في ختام حلقتنا مع برنامج الدرية، وإن شاء الله قدمنا لكم معلومات حلوة عن الكيك، أمور الصيد، وإن شاء الله نلقاكم في وقت قريب.